طيب بعد شهر يناير تعالوا نروح نشوف الفيلر بتاع فبراير وبعدين نرجع نشرح أحداثه. الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الهلال السوداني خارج ملعبه. الزمالك يصعد لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم تعادله في الجولة الأخيرة أمام بريميرو دي أوغوستو الأنغولي. بيراميدز والمصري يتأهلان لربع نهائي الكونفدرالية بعد فوز الأول على نواذيبو وتعادل الثاني مع رينجرز. الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي بفوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف. اليويفا يعلن إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين لكسره قواعد اللعب المالي النظيف. الزمالك يتوج بالسوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح 4-3 بالإمارات. جوزيبي كونتي رئيس إيطاليا يعلن إيقاف جميع الأنشطة والأحداث الرياضية بسبب جائحة كورونا. الزمالك ينسحب من مواجهة الأهلي بالدوري والجبلاية تعتبره مهزوما وتقرر خصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم. الأهلي يتوج بالبطولة العربية للكرة الطائرة للمرة 7 في تاريخه على حساب الزمالك. منتخب مصر للشباب يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على العراق بهدف دون رد. الزمالك يفوز على الترجي التونسي 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. والأهلي يهزم صن داونز الجنوب إفريقي 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. شهر فبراير كان فيه احداث كتيرة جدا جدا، كان لسه يعني الكورونا يعني ما وقفتش الدنيا هنا، كانت بدأت في الصين فقط، لكنه لقب هذا الشهر بالتأكيد راح الى الابيض، هو فبراير الابيض نسبة الى نادي الزمالك. ليه نسبة الى نادي الزمالك؟ لانه الزمالك في هذا الشهر فاز على الترجي 3-1، فاز بالسوبر المصري بعد ما فاز على الاهلي بضربات ترجيح، صعد لربع نهائي كاس افريقيا، وبالتالي يعني كان شهر رد اعتبار بالنسبة لنادي الزمالك. طب من هو سوبر ستار في هذا الشهر؟ بالتأكيد كان ايضا سوبر ستار نادي الزمالك، سوبر الافريقي للمرة الرابعة، كسب الترجي التونسي كمان، يعني فاز على مازيمبي وضمن التأهل للبطولة، دور متقدم في البطولة الإفريقية، كمان السوبر المصري، وبالتالي كان هو شهر بكل المقاييس السوبر الستار هو لنادي الزمالك. طيب شهر مين كان هذا الشهر؟ نقدر نقول انه رد الاعتبار، رد الاعتبار. فاكرين الهزيمة القاسية للأهلي امام سان داونز بخماسية؟ الأهلي استطاع ان يرد الاعتبار وان يفوز في القاهرة بهدفين مقابل لا شيء، وأن يتعادل في جنوب إفريقيا. طيب مين كان البطل في هذا الشهر؟ البطل في هذا الشهر كان الفريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، لأنه حقق البطولة العربية يعني المرة 7 في تاريخه بعد ما فاز على الزمالك 3-3 لا شيء، كان اللقب السابع، اللقب الأول في تاريخه كان سنة 2010، وكان خسران من الزمالك في الدوري 3-1. لكن ما هو الأسوأ في شهر فبراير؟ بالتأكيد هذه يعني اللقطة، وهي لقطة انسحاب فريق الزمالك من مواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام، في يعني سابقة ما حدثتش، يعني ممكن في الملعب كان ممكن
فريق يخسر او ينسحب، لكنه الانسحاب من مواجهه فريق ما كانتش بتحصل قبل كده او ما حصلتش قبل كده. دي كانت اهم احداث شهر فبراير.